بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الصف الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من مادة التوحيد. الله الذي ينزل المطر. تعلمنا يا أبنائي في الدرسين السابقين أن الله عز وجل هو الخالق وأن الله عز وجل هو الرزاق، واليوم إن شاء الله نتعلم أن الله عز وجل هو منزل المطر. انظر يا بني في الصور التي أمامك، في هاتين الصورتين ترى فيها ماذا؟ الأرض. ترى فيها الأرض جميلة، أنزل الله عليها المطر فأصبحت بهذا الشكل الجميل، وهذه النباتات الجميلة التي يستفيد منها الإنسان وتستفيد منها المخلوقات والطيور والحيوانات. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك يا بني انظر في هاتين الصورتين، ماذا ترى فيها؟ ترى أن الله عز وجل أنبت هذا النبات. لا يستطيع الفلاح أن ينبت هذا النبات، إنما الفلاح فقط يبذر البذور، أما الذي ينبت هذا النبات هو الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أنبت الزرع وأنبت الأشجار. انظر كذلك يا بني في هاتين الصورتين، عندما توقف المطر عن نزوله على هذه الأرض كيف أصبحت؟ أصبحت صحراء قاحلة. هل يستطيع الإنسان العيش فيها؟ أم هل تستطيع مثلا الأبقار أو الأغنام العيش في هذه الأرض؟ بالطبع لا تستطيع. هيا أجب يا بني، لا تستطيع هذه الحيوانات. لماذا يا بني؟ لأنه ليس فيها ماء وليس فيها نبات وليس فيها زرع. لكن الله عز وجل عندما ينزل على الأرض المطر ينبت النبات وتكثر الأشجار، ويستفيد الإنسان من هذه الأرض ويستطيع العيش فيها، وكذلك تستفيد الحيوانات والطيور من نزول المطر. فالمطر والماء نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليه وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، ونحافظ عليه، لا نسرف في هذا الماء. بارك الله فيك. وعند نزول المطر ماذا أقول يا بني؟ هيا أجب. أقول: اللهم صيبا نافعا. وبعد نزول المطر أقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. هيا نحل هذه التمارين. ضع علامة صحيحة عند الصورة التي يستفيد من المطر عند نزوله. في الصورة التي في اليمين، عندما ينزل المطر تنبت النباتات، هذه صحيحة. طيب، هذه الثريا هل تستفيد من المطر؟ لا، اتركها فارغة. طيب، هذا الطير الكائن الحي المخلوق الحي، نعم يستفيد ويشرب ويشرب الماء ويأكل من الأشجار والنباتات فيستفيد من المطر. هذا الجماد القلم هل يستفيد من المطر؟ لا، إذن اتركه فارغا. وحل هذه التمارين. بارك الله فيك. من الذي ينبت الزرع والأشجار؟ إنه الله عز وجل. من الذي ينزل المطر؟ هو الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.